الله هذا الولد هذا مين يا ساتر شوف الكشخه شوف وين الكشخه في الموضوع وين قاعد اسولف مقدم من منذ الصغر وانا مقدم شوف قاعد شغلين خلق الله حتى وهو ضم هذا قاعد يدير الحوار هذا 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 هو مؤسس مؤسس الافتراش في الحرم هذا شوف الجلسه ممنوع الافتراش يا حبيبي الله الكنب هذا كان كشخه وقته يا ولد كان الكنب شوف التنسيق شوف الجلسه تقول انتظر له جلسه المساج شيء شيء صراحه شوف الطقم بس دقيقه ساعه واضح ان البدله ما هي لك يا اخي اطول منك الجاكيت يا رجال ركبتك واضح واضح في مخالفات كثيره متاكد انك هذا في ها شوف انا ما ادري ايدي اللي يسار قال كذا وايدي ذي قال كذا ما ادري قاعد اقول شوي انت مقدم لك على على لكن صراحة أنا أحس إن الولد هذا فخم فخم من يومه ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظه يخليه أنا أحس إنه ممكن فيه كل الصفات إلا الفخامة ليه؟ يا أخي بس على الأقل هذا أخي هذا فيه رقبة عز الله أنا الحلاق اللي حلق لك إنه اللي حلق والله نفس الحلاق قيد نفس الحلاق لا بس وين؟ جاكيت وفنجان سوداء وفي رقبة لا يا ولد شوف شوف الرجالات الرجالات مجربة يا اخي في مشكلة يا اخي الله يحفظك الان راسك دايري هنا طويل في مشكلة الله يحفظك كله كان يرقد واجد الشباب طول روسهم ما يدري ايش الله يسامحك يا احمد الله يسامحك بس صدق هل ملامح فيه في الصورة في ملامح الحين ولا ما الان كنت مقعد ولا تمشي من اول لا لا باقي باقي ما مشيت وقتها ظني انا ما اذكر والله الصورة دي وقتها ولحظتها وين ما اذكر اذكر الكلب بس كنت تبكي يا سعد لاني لحقت لا لا حتى ابكي يا ابن عمي ضحكة الخايف وش قامنا نبكي؟ زمان كنا يبكي ما يبكي كنا ضحكة الخايف عز الله انا ضرب اللي مسوينا سواثق عز الله انا ضرب في الصورة الله يقطع ذا الخوف ان كان هم عازمين من عازمي ولع لا بس شوف انا احس ان هذا الولد يعني ما شاء الله تبارك الرحمن كشخة من يوم كشخة من يوم بسم الله عليه ما شاء الله الله يحفظه ويخلي له الحمد لله انا احمد ربي ان الحلاق اللي جاب درعانه وابو حمود انه ما مرني لان عندي جبهه يعني انا بينت بعد ما كبرت للاسف الشديد لكن الحمد لله صوتي الله 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 هذا رجل بدون اعمال هذا المرازيم المرازيم عظام برزام من اليمين برزام من اليسار شب شب نفسك نفسك يا عادل نفس الثوب الله الله والله نفس الخياط نفس الخياط نفس الخياط نفس مستشفى انت الصادق هذا جبس المسكله هنا ما في احد يمسك المجد هنا هذا المحامين بعد قرار الجيش هذا اذكرها لو الله صادق يا ابو مبارك شوف اذكر العيد ذا كنت اذا ما عيدت في ذا البش انت جبت العيد في العيد والله اذكر اني لو حتى لابسه هو قصير ترى لو الصوره من تحت بتشوف لنص الساق البش قصير لكن صامل اني اشوف لكم ثوب طالع اهم شيء اني اعيد ببشت لو ما عيدت ببشت كنت ادخل على الشباب يقولون نعم حلوه يا ولدي معطيني الجو بس بشت على بشت ابكي لين في العيد لين جا البشت اذكر في الديره جانا من الرياض مع اخوي جا البشت لو ما جاء خاطرك انك ما تعيد البشت لو ما جاء البشت ذاك كان جاء اخنز عيد في حياتي لكن الحمد لله انا جاء وعدت على خير وعشت اللحظه واستانست خلاص خلاص يا احمد مصرفيني شرحت ابنه في ابو صادق تكفى حلقه اليوم خلوها بيننا يا جماعه الخير صدق هذه رساله ابو عبد الله تكفى قالوا وقف صورناك